إذن مشاهدينا نبدأ في فتح ملف المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، وهي المجموعة التي تساوى فيها الجميع بثلاثة نقاط. إذن الأمور صعبة للغاية في الجولات القادمة، ونبدأ في الاستعدادات لهذه المجموعة والحديث عن يعني المباراة الأولى التي يستضيف فيها فريق سيو سبورت بطل كوت ديفوار فريق الترجي الرياضي التونسي. قراءة في أوراق استعدادات فريق الترجي الفنية لهذه المباراة من خلال هذا التقرير للزميل نافع بن عاشور. بعدما خلط فوز القطن الكاميروني في المباراة المتأخرة ضد سيو الإيفواري الأوراق في المجموعة الثانية، لتجتمع الفرق الأربعة في صدارة المجموعة بفوز وهزيمة لكل فريق، يتحول الترجي إلى العاصمة الإيفوارية أبيجان لملاقاة سيو سبور بهدف تحقيق فوز يبقيه في الصدارة ويختصر به طريق التأهل للمربع الذهبي من أمجد الكؤوس الإفريقية قبل أسبوعين من استقبال نفس المنافس في تونس. الناس كل متساوية في النقاط، معناتها كنا ثلاثة نقاط، عندنا تو فرصة باش نحاولوا نتصدروا ترتيب تاع المجموعة. ربي معنا، مركزين مليح وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب ونرجعوا بنقاط الانتصار من كوت ديفوار إن شاء الله. لم تكن الأمور على ما يرام في أنغولا، لأننا دخلنا إلى المنافسة بشكل سيء ونجحنا في تعويض ذلك على أرضنا، ويجب المحافظة على ذلك وأن نحاول تحقيق نتيجة إيجابية في كوت ديفوار. تشكيلة الترجي ستشهد غياب الثنائي حسين الراجد والغاني هاريسون أفول بداعي الإنذار الثاني، غيابان هامان لن يحتار ماهر الكنزاري في إيجاد البدائل المناسبة في ظل ما يتوفر في الفريق من حلول بديلة بعدما تعزز الرصيد البشري بأكثر من لاعب قادر على تقديم الإضافة، كما سيشهد خط الهجوم تعزيزا هاما بعودة الكاميروني جوزيف يانيك نيانغ بعد تجربة قصيرة في سيون سويسري على غرار زميله أسامة الدراجي. نافع بن عاشور، الجزيرة الرياضية، تونس. إذا نافع، هي عودة الأبطال لفريق الترجي بنيانغ وأسامة الدراجي اللذان قاد الترجي للفوز ببطولة 2011. كابتن حسام، الترجي في هذا اللقاء بعودة نجمين كبيرين لهم خبرات في هذه البطولة وأسامة الدراجي ونيانغ، وأيضا في ظل غياب اثنين مؤثرين حسين الراجد وأفول، كيف ترى هذا اللقاء وكيف يدير كابتن ماهر الكنزاري أمام فريق يجيد اللعب بشكل جيد على ملعبه هو سيو سبورت الذي فاز في لقاء الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعبه على فريق ريكرياتيف؟ هو صراحة الترجي الرياضي بعد البداية الصعبة والكل تخوف من هذه البداية، بعد الجولة الثانية كل الفرق في نفس الترتيب بنفس النقاط، ثلاثة نقاط تقريبا لكل الفرق، يعني الفرق كلها في نفس الوضعية. هذه المباراة مهمة ومهمة للغاية بالنسبة للترجي الرياضي، لأن في صورة الانتصار في هذه المباراة يعمل خطوة مهمة من أجل التأهل. ونعرف الهدف الأول تاع الترجي الرياضي في شامبيونز ليج هو الفوز بالبطولة، لأن مثل الأهلي مثل الزمالك وخاصة مثل الأهلي الترجي الرياضي وصوله للنهائي وخسارته تعتبر كارثة، تعتبر لا شيء، يعتبر لا شيء. خيبة. الهدف الوحيد هو الفوز بهذه البطولة. أنا أتمنى شيء، أنه ماهر الكنزاري بعد نوعا ما الاختيارات الغير موفقة في المباراة الأولى في التشكيل وفي التغييرات وفي طريقة اللعب، وبعد الانتصار وتعامله بامتياز مع المباراة الثانية في التشكيل في التغييرات في التعامل مع المنافس، كان موفق بنسبة 100% في المباراة الثانية، أنه استوعب الدرس من الأخطاء، وأنه الترجي الرياضي حتى لما يلعب خارج ميدانه يلعب من أجل الانتصار، ما يلعبش من أجل النقطة. والإمكانيات موجودة، من حظ الترجي الرياضي أنه عنده رئيس نادي يوفر للمدرب، من حظ الترجي الرياضي أنه عنده رئيس نادي يوفر للمدرب لاعبين وإمكانيات يحلم بها أي مدرب. يعني ليس من السهل أنك بعد سنة أنهم اللاعبين ينتقلوا إلى أوروبا وتقدر ترجعهم بعد موسم، يعني لما تسترجع نيونغ، إذن هناك دقة أموال كثيرة في الترجي. لا أكيد، لما تسترجع نيونغ وتسترجع الدراجي وتجيب إيهاب المباركي اللي يلعب في الدوري الفرنسي، إضافة إلى إبقاء على اللاعبين المهمين في الترجي الرياضي، حتى الغيابات التي ستكون الراقد والأفول بالنسبة لي أنا لن تكون مؤثرة، لأن خروج الراقد دخول المولي، والمولي تقريبا 3 أو 4 سنوات أساسي في الترجي، أساسي في المنتخب وفي نفس المركز. يعني لما تعوض لاعب دولي أساسي بلاعب دولي أساسي في نفس المركز ليست هناك غياب. الوحيد ممكن أفول، لكن الترجي الرياضي أتمنى على الأقل من جهتي أنا، مانيش ماهر كنزاري، هو مع الفريق، هو مع اللاعبين، هو أدرى بالفريق، أنه يلعب بأربع مدافعين اللي متعود بهم، اثنين لاعبين ارتكاز الدوليين والأساسيين لمدة 3 سنوات اللي هما التراوي وخالد المولهي، ويلعب باثنين لاعبين وسط ميدان هجوميين، موجود عندك البلايلي،
عندك الدراجي. طب الدراجي المباراة السابقة لم يلعب بالشكل أو لم يظهر بالشكل المطلوب كابتن، يعني هل عشان بقى له فترة طويلة غايب عن الفريق؟ متوقع هذا، وإحنا تكلمنا عليه حتى قبل بداية المباراة وتكلمت عليه في استوديو. الدراجي عنده أشهر ما شاركش في مباراة رسمية، الدراجي عمر طبيعي سويسرا يعني. بقى أسبوع لعشرين ما يتدربش، راح لسويسرا لأمور إدارية وأمور مالية، يعني هذا عادي. بالرغم من هذا لعب تقريبا لمدة ساعة ولا ساعة وربع بخبرته بإمكانياته، أعطى تمريرة بتاع الهدف المهم للغاية، هو الهدف الأول. يعني الدراجي مهم على الأقل حتى لما لا يكون في نسبة 100% من جاهزيته، إمكانياته وخبرته وقيمته في المجموعة تصنع الفارق. اليوم لما يكون عندك في التشكيل إن شاء الله نتمنى اللي بش يلعب في الكوت ديفوار يكون عندك 2 ارتكات، ويكون عندك أمامهم الدراجي وإيهاب المساكني مثلا، وأمامهم نيونغ والبليلي، معناها 4 لاعبين ذو صبغة هجومية وممتازين فنيا بدنيا وتكتيكيا. الترجي الرياضي يمكن بالرغم اللي سيوي سبور شاهدناه ضد ليبولو ممتاز، فاز بثلاثية خاصة رأس الحربة متاعه اللي سجل ثلاثية ممتاز، لكن الترجي الرياضي إذا يلعب على حقيقة إمكانياته ويلعب الطريقة اللي متعود بها ويضغط على المنافس قادر أنه يرجع بثلاث نقاط من كوت ديفوار، وهذا الهدف الأول نقطة تكفي، لكن الترجي الرياضي عليه أنه يلعب من أجل ثلاث نقاط. كابتن إيمانويل، يعني هل ترى أن كابتن حسام يعني قادر او بوجهه نظره ان فعلا فريق الترجي سهل ان يفوز على سيو سبورت؟ اي نعم، سيو سبورت الفريق ليس له خبرات كبيره في البطوله الافريقيه، ولكن قدم مردود طيب في المباراه الاولى امام ريكرياتيفو وفاز بالثلاثه مقابل هدف، وخسر المباراه الثانيه بصعوبه امام القطن الكاميروني صاحب الخبرات بهدف دون رد. يعني معطيات هذه المباراه، ترجي بطل سابق كبير، سيو سبورت اي نعم فريق جديد ولكن فريق يجيد على ملعبه. أعتقد أن الترجي مرشح من المرشحين الأفضل نظرا لخبراته ولتاريخها، وقد لعبت ثلاثة نهائيات ولديهم خبرة كبيرة، يعلمون طريقة اللعب في مثل هذه الدورات. ومثل ما قال الكابتن كان الأمر مخيب الأمال مع ديبورتيفو، إذن لربما لم يصلوا إلى التوليفة المناسبة، وكان هنالك تمريرات أكثر من اللازم، لم يستطيعوا الحفاظ على الكرة. ولكن أعتقد أن أعتقد أن في مثل هذه المرات دراجي سيعود ونيانغ، وهم لاعبين لديهم خبرة كبيرة ويمكن أن يحدثوا الفرق. يانغ يعرف كيف يحتفظ بالكرة ويحمي كرته بطريقة جيدة، ووسط الميدان ممتاز للدراجي مثل ما قلنا. إذن لم يكن مقنعين في المباراة الأولى، ولكن بالنسبة للمباراة القادمة يعلمون أن المهمة صعبة. وبالنسبة لي في الفريق الإيفواري يعلم خطورة الترجي ويخافون من خبرته، ومثلما قلنا هنالك إذن كابتن هيثم كلمة أخيرة في هذه المباراة، يعني الترجي هل ممكن أن يغامر ماهر الكنزاري البدء بأسامة الدراجي الذي قلنا أنه لم يلعب بشكل جيد في المباراة السابقة لسبب غيابه لفترة طويلة عن المباريات، هل أيضا يدفع بأسامة الدراجي بالإضافة لنيانغ اللاعبين الغائبين عن الفريق لمدة موسم كامل في مباراة سويا من البداية، أم من الأفضل أن يبقى عليهم على دكة البدلاء ويدفع بهم في أوقات أخرى في المباراة؟ وطبعا أسامة الدراجي لعيب لا خلاف عليه، مهارات عالية جدا، بيقدر يتحكم في رتم المباراة أو في نسق المباراة، ولكن ما يعوب عليه طبعا أن هو عنده نوع من البطء ممكن تحسب عليه، ولكن ما فيش أدنى شك أنه لو جاهز وفت لابد أن يكون متواجد داخل أرضية الملعب. ولكن زي ما أنت قلت وحسام قال، ابتعاده عن المباريات فترة طويلة جدا ممكن يأثر على مكانته في التشكيلة الأساسية، ولكن بدون أدنى شك أن فريق الترجي في المباراة السابقة أدى عرض غير طبيعي أمام القطن الكاميروني، ويكفي أن الهدفين اللي تم إحرازهم بشكل رائع جدا، سواء هدف المساكني أو هدف الأولاني بالنسبة لبليلي أفضل لاعب حاليا في الترجي لا خلاف على هذا، من أجمل ما يمكن من أجمل الأهداف اللي شفتها في الفترة الأخيرة. ولكن طبعا تبقى وجهة نظر المدير الفني ماهر الكنزاري هي الأدق وهي الأصح، وجهة نظري أنه يبقي على مقاعد البدلاء، لأن مباراة من هذا النوع أمام فريق قوي زي سيو سبورت اللي هو متسيد بطولة
كوت ديفوار اخر موسمين، هو بطل الموسم هناك على الرغم ان في انديه قويه جدا لها من الصيت والسمعه زي استاد ابيجان، زي افريكا سبورت، زي اسيك ميموزا، كلنا نعرف الانديه دي. اول مره نسمع عن سيوي سبورت جديد على عامل الصحة. مباريات جيده وعامل نتائج رائعه، فمن الافضل ان هو يحتفظ بيهم على اساس ينظر ماذا سيحدث من خلال سير المباراه. والله لو المباراه مستمره بشكل جيد ممكن يتم الدفع بيهم على اساس ان هم يتحكموا في نسق المباراه او رتم المباراه، ممكن تكون هناك مجموعه من اللاعبين يغلب على ادائها الطابع الدفاعي على اساس ان هو يستطيع ان يوقف من قدرات فريق سيوي سبورت الهجوميه. كابتن حسام، اهم ما يميز فريق سيوي سبورت وهي الامور التي يجب ان نتجنبها ماهر الكنزاري في هذه المباراه، تقييمك الفني وقراءه فنيه للمشاهدين عن هذا الفريق سيوي سبورت، فريق غير معروف. شوف لما نتكلموا على الكره الابواريه ونتكلموا على الفرق الابواريه تقريبا نفس الطريقه، نفس ستايل، نفس اللعب، كلهم اجسام قصيره مثل ما كان فريق ازيكا بيجون، مثل ما كان افريكا سبور، نفس الشيء سيوي سبورت، اجسام صغيره قصيره. مراكز التكوين اللي كونت في الكوت ديفوار منذ سنوات اعطت نتائج هذه، لاعب سريع من لمسه من لمستين، ما عندهمش القوه البدنيه، ما عندهمش نوعا ما الاندفاع البدني، لكن من لمسه من لمستين الحفاظ على الكره، التدرج بالكره. تمام. على الترجي الرياضي اهم شيء انه يمنع اللاعبين الايفواريين من التحرك بالكره والتدرج بالكره واللعب الكره لمسات متغيره، وكيف يمكن ايقاف هذا النوع من الفرق بالضغط العالي، بالضغط على دفاعهم، ما يخليش الفرق او المدافعين يطلعوا الكرة بالراحة من الدفاع للوسط للهجوم، ويبقى الترجي الرياضي متراجع في المناطق نتاعه وينتظر في سيوي سبورت، لأنه لو ينتظر سيوي سبورت سيقبل اللعب وسيقبل الأهداف. لذلك أتمنى الترجي الرياضي، ليش قلت أنا أنه يلعب حتى ما يلعبش باثنين ارتكاز، يلعب بثلاثة ارتكاز، هناك العواضي، لعب ممتاز وكان مؤثر في الشامبيونز ليج اللي فاز بها الترجي الرياضي، عندك العواضي مع مولهي مع التراوي وامامهم الدراجي، لان انا متاكد من نسبه 99% ان الدراجي سيكون موجود، سيبدا المباراه سيكون الدراجي وامامه البليلي ونيونغ، يعني ثلاثه لاعبين عندهم طابع هجومي يقدروا يضغطوا عالي مع العواضي، دائما نعرفه لما تكون الكره عند الترجي يذهب الى الهجوم باربعه لاعبين، يقدر الترجي الرياضي يضغط عالي على سيوي سبورت ويحسس فريق سيوي سبورت انه انا الترجي الرياضي وجاي الى جاي الى كوت ديفوار للانتصار. ممنوع على الترجي الرياضي انه يترك سيوي سبورت يلعب لعبه العادي، يتدرج بالكره، يوصل ويضغط، لان اذا ضغط واتيحت له الفرص الاولى والثانيه والثالثه الترجي الرياضي ممكن يعاني في هذه المباراه. تمام، اذا مشاهدينا يعني هي مباراه ايضا ليست بالسهله لفريق الترجي الرياضي التونسي، فريق الذي في جعبته ثلاثه نقاط فقط، وكما قال كابتن حسام الحج علي ان الفرق الكبرى في هذه البطوله مثل الترجي والاهلي دائما تسعى للفوز. اذا ترتيب فرق المجموعه الثانيه قبل انطلاق الجوله الثانيه كما تظهر امامنا على الشاشه، فريق سيوي سبورت بثلاثه نقاط، ايضا الترجي ثلاثه نقاط، ريكرياتيفو بطل انغولا ثلاثه نقاط، ثم القطن الكاميروني بثلاثه نقاط. رياض، هذه الجوله، الجوله الثالثه عن المجموعه الثانيه ستكون بمشيئه الله يوم الاحد المقبل وبشكل حصري على الجزيره الرياضيه. القطن الكاميروني يستضيف فريق ريكرياتيفو، وسيوي سبورت ايضا يستضيف الترجي الرياضي. إذن مشاهدينا نطوي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا ونبدأ في الحديث عن كأس الكونفدرالية الإفريقية، وأول هذه المباريات هي مباراة صعبة لفريق البنزرتي التونسي.